بداية البشرى بعيسى المسيح ابن الله. قال الله في كتاب إشعيا النبي: أنا أبعث رسولي قدامك لكي يعد لك الطريق، صوت يصرخ في الصحراء، أعدوا طريق ربنا، اجعلوا سبله مستقيمة. فقد جاء يحيى إلى الصحراء يدعو الناس أن يتوبوا ويتغطسوا في الماء ليغفر الله لهم ذنوبهم، فذهب إليه كل أهل منطقة يهوذا وكل شعب القدس واعترفوا بذنوبهم فغطسهم في نهر الأردن. وكان يحيى يلبس ثوبا من وبر الجمال وحول وسطه حزام من الجلد، وكان يأكل الجراد والعسل البري، وكانت هذه رسالته: يجيء بعدي واحد أعظم مني وأنا لا أستحق أن أنحني وأحل رباط حذائه، أنا أغطسكم في الماء، أما هو فيغطسكم في الروح القدوس. بعد ذلك جاء عيسى من الناصرة التي في منطقة الجليل، وغطسه يحيى في الأردن. وبينما هو خارج من الماء رأى السماء تنشق والروح القدوس ينزل عليه مثل حمامة، وجاء صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب الذي يفرحني. ثم قاد الروح القدوس عيسى إلى الصحراء فأقام فيها 40 يوما، حيث امتحنه الشيطان وكان مع الوحوش، وكانت الملائكة تخدمه. وبعدما سجن يحيى ذهب عيسى إلى منطقة الجليل ينادي ببشرى الله ويقول: حان الوقت وأوشك الله أن يقيم مملكته، فتوبوا وآمنوا بالبشرى. وبينما هو سائر على شاطئ بحيرة الجليل رأى صيادين هما سمعان وأخوه أندراوس يرميان الشبكة في البحيرة، فقال لهما عيسى: اتبعاني أجعلكما تصيدان الناس. فتركا الشباك حالا وتبعاه، وسارا قليلا فرأى يعقوب بن زبدي وأخاه يوحنا وهما في القارب يجهزان الشباك، فناداهما، فتركا أباهما زبدي مع العمال في القارب وتبعا عيسى. ثم ذهبوا إلى كفرناحوم، وفي يوم السبت ذهب عيسى إلى بيت العبادة وأخذ يعلم الناس. فتعجبوا من تعليمه لأنه كان يعلم بسلطان وليس كالفقهاء، وكان في بيت العبادة الذي عندهم رجل فيه روح شرير، فأخذ يصرخ: ما لك بنا يا عيسى الناصري؟ هل جئت لتهلكنا؟ أنا أعرفك، أنت قدوس الله. فوبخه عيسى وقال له: اخرس واخرج منه. فطرح الروح الشرير الرجل وصرخ صرخة شديدة وخرج منه، فاندهش الجميع وسأل بعضهم بعضا: ما هذا؟ إنها رسالة جديدة ويقدمها بسلطان، حتى الأرواح الشريرة يأمرها فتطيعه. فانتشر خبر عيسى بسرعة في جميع أنحاء منطقة الجليل. ولما خرجوا من بيت العبادة ذهبوا إلى دار سمعان وأندراوس، وذهب معهم أيضا يعقوب ويوحنا. وكانت حماة سمعان في الفراش مريضة بالحمى، فأخبروا عيسى عنها، فتقدم إليها وأمسك بيدها وأقامها، فتركتها الحمى وبدأت تخدمهم. ولما غربت الشمس وأقبل المساء أحضروا إليه كل المرضى والذين فيهم شياطين، وتجمع أهل البلدة كلهم عند الباب، فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض متنوعة، وطرد شياطين كثيرة فعرفته الشياطين، لكنه لم يسمح لها بأن تتكلم. وقام عيسى في الصباح الباكر قبل طلوع الفجر، وخرج من الدار وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. فبحث عنه سمعان وأصحابه، ولما وجدوه قالوا له: الكل يبحثون عنك. فقال لهم: تعالوا نذهب إلى أماكن أخرى، إلى القرى المجاورة، لكي أبشر هناك أيضا، لأني جئت لهذا القصد. فكان يتنقل في كل الجليل، يبشر في بيوت العبادة، ويطرد الشياطين. وجاء رجل أبرص إلى عيسى، وركع قدامه وتوسل إليه وقال: إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني. فأشفق عيسى عليه ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فاشفى. وفي الحال زال عنه البرص وشفي. فصرفه عيسى على الفور بعدما حذره بشدة، وهو يقول له: إياك أن تخبر أحدا بشيء، بل اذهب إلى الحبر وأره نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت. لكنه ذهب وأخذ يذيع الخبر وينشره في كل مكان، حتى أصبح عيسى لا يقدر أن يدخل أي بلدة علنا، بل كان يقيم في الخارج في أماكن منعزلة، ومع ذلك توافد عليه الناس من كل مكان. وبعد أيام قليلة رجع عيسى إلى كفرناحوم، فسمع الناس أنه في الدار، فتجمع عدد كبير منهم حتى لم يبقى مكان لأحد ولا قدام الباب، فأخذ يحدثهم بكلام الله. وجاء بعض الناس وأحضروا إليه مشلولا يحمله 4 منهم، ولكنهم عجزوا عن الوصول به إلى عيسى بسبب الزحام، فكشفوا السقف فوق المكان الذي فيه عيسى، وعملوا فيه فتحة، ثم أنزلوا الفراش وعليه المشلول. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للمشلول: يا ابني، مغفورة لك ذنوبك. وكان بعض الفقهاء موجودين هناك، فقالوا في قلوبهم: هذا الشخص لماذا يتكلم بهذه الطريقة؟ إنه يكفر، من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟ فعرف عيسى بروحه أنهم كانوا يفكرون بهذا في أنفسهم، فسألهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول لهذا المشلول: مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول له: قم واحمل فراشك وامشي؟ لكني سأثبت لكم أن الذي صار بشراً عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب. ثم قال للمشلول: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك. فقام الرجل في الحال وحمل فراشه وخرج قدام الجميع، فاندهشوا كلهم وسبحوا الله وقالوا: ما رأينا مثل هذا أبداً. ثم ذهب عيسى مرة أخرى إلى شاطئ البحيرة، وجاء إليه كل الجمهور فأخذ يعلمه. وبينما هو سائر رأى لاوي بن حلفي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له: تعال اتبعني. فقام وتبعه. ولما كان عيسى جالسا يأكل في دار لاوي، جلس ليأكل معه ومع تلاميذه عدد كبير من جباة الضرائب وغير المتدينين، لأن كثيرين منهم تبعوه. فلما رآه فقهاء الفريسيين يأكل مع غير المتدينين وجباة الضرائب، قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل مع جباة الضرائب وغير المتدينين؟ وسمع عيسى هذا فقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، أنا جئت لا لأدعو الصالحين بل الخاطئين. وكان تلاميذ يحيى والفريسيون صائمين، فجاء بعض الناس إلى عيسى وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يحيى وتلاميذ الفريسيين؟ أما تلاميذك فلا يصومون. فأجابهم عيسى: هل يصوم ضيوف العرس والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يصومون، لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في ذلك اليوم يصومون. لا أحد يصلح ثوبا قديما برقعة من قماش جديد لم ينكمش، وإلا فإن الرقعة تنكمش ويبعد الجديد عن القديم ويصير الخرق أسوأ. ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر تشق القربة فتتلف الخمر والقربة معا، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل في الطريق، فقال له الفريسيون: انظر، لماذا يعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟ فأجابهم: ألم تقرأوا ما فعله داود لما احتاج وجاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله في أيام أبي أثر الحبر الأعلى وأكل من خبز القربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه. ثم قال عيسى لهم: إن الله لم يخلق الإنسان للسبت، بل جعل السبت لصالح الإنسان. إذن الذي صار بشرا هو رب السبت أيضا. وفي مرة أخرى ذهب عيسى إلى بيت العبادة، وكان هناك رجل يده مشلولة، وكان البعض يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه لكي يروا إن كان يشفيه في السبت. فقال عيسى للرجل الذي يده مشلولة: قم أمام الجميع. ثم قال لهم: هل يحل في يوم السبت عمل الخير أو عمل الشر؟ إنقاذ حياة أو قتلها؟ فسكتوا. فتلفت فيهم بغضب وهو حزين على قساوة قلوبهم، ثم قال للرجل: مد يدك. فمدها، فشفيت يده تماما. فخرج الفريسيون وتآمروا مع الهيرودسيين ليقتلوا عيسى. فانصرف عيسى وتلاميذه إلى البحيرة، وتبعه جمع غفير من مناطق الجليل. ويهوذا والقدس وأدومية وشرق الأردن وصور وصيدا جاءوا إليه لأنهم سمعوا عن أعماله. فطلب من تلاميذه أن يعدوا له قاربا لكي لا يزحمه الجمهور. لأنه شفى كثيرين، فكان كل من به مرض يتزاحم عليه لكي يلمسه. وكانت الأرواح الشريرة عندما تراه تسقط قدامه وتصرخ: أنت ابن الله. فكان يحذرها بشدة أن لا تعلن عنه. ثم صعد إلى الجبل ونادى إليه الذين أرادهم، فذهبوا إليه واختار 12 ودعاهم رسلا ليكونوا صحبته ويرسلهم ليبشروا ويكون لهم سلطة أن يطردوا الشياطين. وهؤلاء 12 هم سمعان الذي سماه بطرس، ويعقوب بن زبدي، ويوحنا أخوه، وسماهما بوانرجس أي ابني الرعد، وأندراوس وفيليب وبرتلمي ومتى وتوما ويعقوب بن حلفي وتداوس وسمعان الغيور ويهوذا القريوط الذي خانه. ثم ذهب إلى دار، وتجمع الناس مرة أخرى حتى تعذر على عيسى وتلاميذه أن يأكلوا. ولما سمع أهله جاءوا ليأخذوه، لأنهم قالوا إنه فقد صوابه. أما الفقهاء الذين جاءوا من القدس فقالوا: فيه بعلزبول وهو يطرد الشياطين بواسطة رئيس الشياطين. فناداهم إليه وحدثهم بأمثال وقال: كيف يقدر الشيطان أن يطرد الشيطان؟ إن انقسمت مملكة على نفسها لا تصمد، وإن انقسمت عائلة على نفسها لا تصمد. فإن قام الشيطان ضد نفسه وانقسم لا يصمد بل ينتهي أمره. لا يقدر أحد أن يدخل دار الرجل القوي وينهب ما عنده إلا إذا قيد القوي أولا، وبذلك يمكنه أن ينهب داره. أقول لكم الحقيقة، كل ذنوب الناس تغفر لهم حتى الكفر الذي يكفرونه، أما من يكفر بالروح القدوس فلا غفران له أبدا، بل يبقى ذنبه إلى الأبد. وبهذا رد عيسى على الذين قالوا إن فيه روحا شريرا. وجاءت أمه وإخوته ووقفوا خارج الدار وأرسلوا إليه يدعونه. وكان يجلس حوله جمع غفير، فقالوا له أمك وإخوتك خارج الدار وهم يطلبونك. فأجابهم من أمي وإخوتي؟ وتلفت في الجالسين حوله وقال هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن كل من يعمل مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. وفي مرة أخرى كان عيسى يعلم عند شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور كثير جدا، حتى إنه ركب قاربا في البحيرة وجلس فيه، وكان كل الجمهور جالسا على الشاطئ، وعلمهم أشياء كثيرة عن طريق الأمثال. فقال لهم في تعليمه اسمعوا، خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات فلم يثمر، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة، فنبت ونمى وأثمر، وأنتج بعضه 30 ضعفاً، وبعضه 60، وبعضه 100. ثم قال اسمعوني يا من لكم آذان تسمع. ولما كان وحده سأله أتباعه والرسل 12 عن الأمثال، فقال لهم أعطيتكم أنتم سر مملكة الله، أما الذين هم خارج دائرتنا فأقول لهم كل شيء بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، لئلا يتوبوا فتغفر لهم ذنوبهم. ثم قال لهم ألم تفهموا هذا المثل؟ إذن كيف تفهمون غيره من الأمثال؟ الزارع يزرع كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين عندما تزرع الكلمة يسمعونها، لكن يأتي الشيطان حالا وينزع الكلمة التي زرعت فيهم، وكذلك المزروع في أرض صخرية هو الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها حالا بفرح، ولكنهم بلا جذور فلا يدومون، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجعون في الحال. والمزروع بين الشوك هو الذين يسمعون الكلمة، لكن تأتي هموم الدنيا وخداع الغنى والرغبة في الحصول على أشياء أخرى، فتخنق الكلمة وتجعلها بلا ثمر. ثم المزروع في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها ويثمرون، بعضهم 30 ضعفاً، وبعضهم 60، وبعضهم 100. وقال لهم هل يصح أن نضع المصباح تحت المكيال أو تحت السرير؟ طبعاً لا، بل نضعه على المنارة، فكل سر ينكشف وكل خفي يظهر. اسمعوني يا من لكم أذان تسمع. وقال لهم: انتبهوا إلى ما تسمعون. الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم ويزاد عليه. من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي له يؤخذ منه. ثم قال: مملكة الله هي مثل رجل يلقي البذور على الأرض، وينام بالليل ويقوم بالنهار، والزرع ينبت وينمو وهو لا يعلم كيف. فالأرض من نفسها تعطي الثمر، أولاً النبات الأخضر، ثم السنبل، ثم القمح الناضج في السنبل، ومتى نضج المحصول فحالاً يرسل من يحصده بالمنجل، لأن وقت الحصاد جاء. وقال: بأي شيء نشبه مملكة الله؟ وبأي مثل نوضحها؟ إنها مثل حبة الخردل، وهي أصغر كل البذور التي نزرعها في الأرض، لكن بعدما نزرعها تنمو وتكبر أكثر من كل نبات آخر، وتمد فروعاً كبيرة، حتى إن طيور السماء تعشش في ظلها. فكان يعلمهم كلام الله بأمثال كثيرة مثل هذه على قدر فهمهم، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، لكنه كان يفسر كل شيء لتلاميذه متى كانوا معه وحدهم. وفي ذلك اليوم لما حل المساء قال لتلاميذه: تعالوا نعبر إلى الشاطئ الآخر. فتركوا الجمهور وأخذوه في القارب كما كان، وكانت معه أيضاً قوارب أخرى. وهبت ريح شديدة عاصفة، وأخذت الأمواج تضرب القارب حتى كاد يمتلئ بالماء. وكان هو في المؤخر نائماً على مخدة، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، ألا يهمك أن نغرق؟ قام ووبخ الريح وقال للأمواج: اسكت، اهدئي. فسكتت الريح وساد الهدوء التام. فقال لهم: ما لكم خائفين؟ هل لحد الآن ليس عندكم إيمان؟ فارتعبوا، وقال بعضهم لبعض: من هو هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟ ثم جاءوا إلى الشاطئ الآخر حيث بلاد الجراثيم. ولما نزل عيسى من القارب قابله من المقابر رجل فيه روح شرير، فكان يقيم بين المقابر، ولم يعد في إمكان أحد أن يربطه ولا حتى بالسلاسل، لأنهم كانوا قد ربطوه كثيراً بالقيود والسلاسل، ولكنه كان يحطم السلاسل ويكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يخضعه. وكان طول الليل والنهار بين القبور وفي الجبال يصرخ ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى عيسى من بعيد جرى إليه وسجد له، وصرخ بأعلى صوته: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أحلفك بالله لا تعذبني. لأن عيسى قال له: أيها الروح الشرير، أخرج من الرجل. وسأله عيسى: ما اسمك؟ فأجاب: اسمي فرقة، لأننا كثيرون. وتوسل إلى عيسى بإلحاح أن لا يطرد الأرواح الشريرة من تلك المنطقة. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه الأرواح الشريرة وقالت: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فسمح لها، فخرجت الأرواح الشريرة من الرجل ودخلت في الخنازير، اندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وغرق، وكان عددها حوالي 2000. فهرب الرعاة وأخبروا في المدينة وفي القرى، فأقبل الناس ليروا ما جرى. وجاءوا إلى عيسى ورأوا الرجل الذي كان ملبوسا بالشياطين جالسا ولابسا ملابسه وسليم العقل، هو الذي كان فيه فرقة من الشياطين، فخافوا جدا. فأخبرهم شهود العيان بما جرى للرجل الذي كان ملبوسا بالشياطين وعن موضوع الخنازير، فطلبوا من عيسى أن يرحل عن بلدهم. وبينما هو يركب القارب توسل إليه الرجل الذي كان ملبوسا بالشياطين أن يذهب معه، فلم يسمح له عيسى، بل قال له: اذهب إلى دارك، إلى أهلك، وأخبرهم بكل ما عمله ربك لك وبرحمته عليك. فراح وأخذ يخبر الناس في منطقة المدن العشر بما عمله عيسى له، فاندهش الجميع. ورجع عيسى في القارب مرة أخرى إلى الشاطئ المقابل، فاجتمع إليه جمهور غفير وهو على شاطئ البحيرة. وجاء واحد من المسؤولين عن بيت العبادة اسمه يائير، فلما رأى عيسى رمى نفسه عند قدميه وتوسل إليه بإلحاح وقال: بنتي الصغيرة على حافة الموت، تعال وضع يديك عليها لكي تشفى وتحيا. فذهب عيسى معه، وتبعه جمهور غفير يزحمه من كل جانب. وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، وعلى الرغم من علاج طويل عند أطباء كثيرين، حيث أنفقت كل ما تملك، ساءت حالتها ولم تتحسن. فسمعت عن عيسى وجاءت في الجمهور من خلفه ولمست ثوبه، لأنها قالت: يكفي أن ألمس ولو ثيابه فأشفى. فتوقف نزيف الدم في الحال، وشعرت في جسمها أنها شفيت من مرضها. وعلم عيسى في نفسه أن قوة خرجت منه، فضار في وسط الجمهور وقال: من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه: أنت ترى الجمهور يزحمك ومع ذلك تقول من لمسني؟ ولكنه تلفت حوله ليرى التي فعلت هذا. أما المرأة فعرفت ما حصل لها، وجاءت مرتجفة من الخوف ورمت نفسها قدامه وقالت له كل الحقيقة. فقال لها: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة وكوني صحيحة من مرضك. وبينما هو يتكلم جاء بعض الناس من دار المسؤول عن بيت العبادة وقالوا له: بنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم؟ أما عيسى فلم يهتم بكلامهم، وقال للمسؤول عن بيت العبادة: لا تخف، آمن فقط. ولم يسمح لأحد أن يصحبه غير بطرس ويعقوب ويوحنا أخي يعقوب. ولما وصلوا إلى دار المسؤول عن بيت العبادة رأى عيسى شغبا والناس يبكون وينوحون، فدخل وقال: لماذا هذا الشغب والبكاء؟ لم تموت البنت، بل هي نائمة. فسخروا منه، لكنه أخرجهم كلهم. ثم أخذ والد البنت وأمها والذين بصحبته ودخل حيث كانت البنت، وأمسك بيدها وقال لها: طليثة، قومي. ومعناها: يا فتاة، آمرك أن تقومي. فحالا قامت الفتاة وأخذت تمشي، وكان عمرها 12 سنة. فاندهش الناس اندهاشا عظيما. فأمرهم بشدة أن لا يعلم أحد بذلك، وقال لهم أن يعطوا البنت شيئا تأكله. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بلدته يتبعه تلاميذه، ولما حل السبت بدأ يعلم في بيت العبادة، فكثيرون لما سمعوه تعجبوا وقالوا: من أين حصل هذا الرجل على هذا؟ ما هذه الحكمة التي أعطيت له؟ ومن أين حصل على هذه القوة لعمل المعجزات؟ أليس هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أليست أخواته هنا معنا؟ ولم يريدوا أن يقبلوه. فقال لهم عيسى: لا كرامة لنبي في بلدته وبين أقاربه ومع أهله. ولم يقدر أن يعمل هناك معجزات إلا شفاء مرضى قليلين بأن وضع يديه عليهم، وكان مندهشا من عدم إيمانهم. وكان عيسى يطوف من قرية إلى قرية وهو يعلم. ودعا إليه الاثني عشر وأخذ يرسلهم اثنين اثنين، وأعطاهم سلطة على الأرواح الشريرة، وأوصاهم وقال: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق غير عصا فقط، لا خبزا ولا مزودا ولا نقودا في جيوبكم، إنما البسوا حذاء ولا تلبسوا ثوبا إضافيا. وقال لهم: وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى تتركوا البلدة، وأي مكان يرفض أهله أن يقبلوكم وأن يسمعوا لكم اخرجوا منه وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم. فذهبوا وكانوا يدعون الناس أن يتوبوا، وطردوا شياطين كثيرة، ودهنوا مرضى كثيرين بالزيت وشفوهم. وسمع الملك هيرودس عن عيسى لأن اسمه صار مشهورا، وكان بعض الناس يقولون عنه: إنه يحيى قام من الموت، لذلك يعمل المعجزات. لكن آخرين قالوا: إنه إلياس النبي. وقال غيرهم: هو نبي مثل أحد الأنبياء الأولين. أما هيرودس فلما سمع قال: هذا هو يحيى الذي أنا قطعت رأسه، قام من الموت. لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وقبض على يحيى وقيده في السجن بسبب هيرودية امرأة أخيه فيليب، فقد تزوجها هيرودس. وكان يحيى يقول له: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. لهذا كانت هيرودية تحقد على يحيى وتريد أن تقتله، لكنها لم تقدر، لأن هيرودس كان يخاف من يحيى ويعلم أنه رجل تقي وصالح، فكان يحميه. ولما كان يستمع إليه كان يرتبك جدا، ومع ذلك فكان يحب أن يستمع إليه. وأخيراً حانت الفرصة لهيرودية لما أقام هيرودس عشاء لعظمائه وضباطه وأعيان الجليل للاحتفال بعيد ميلاده. ودخلت بنت هيرودية ورقصت فأعجبت هيرودس وضيوفه، فقال الملك للفتاة: اطلبي مني ما شئت فأعطيه لك. وأقسم لها: مهما طلبت أعطيك حتى نصف مملكتي. فخرجت وسألت أمها: ماذا أطلب؟ فأجابتها: رأس يحيى المغطس. فأسرعت الفتاة إلى الملك في لهفة وأخبرته بطلبها. أريد أن تعطيني فوراً رأس يحيى المغطس على طبق. فحزن الملك جداً، لكن لأنه أقسم لها أمام ضيوفه لم يشأ أن يرفض طلبها، فأرسل الملك سيافاً على الفور وأمره أن يحضر رأس يحيى، فذهب وقطع رأسه في السجن. وأحضر الرأس على طبق وأعطاها للفتاة، والفتاة أعطتها لأمها. فلما سمع تلاميذ يحيى ذهبوا وأخذوا جثته ودفنوها في قبر. واجتمع الرسل إلى عيسى وأخبروه بكل ما عملوه وعلموه. وكان كثير من الناس يجيئون ويروحون على عيسى وتلاميذه، فلم يتركوا لهم فرصة حتى لتناول الطعام. فقال عيسى للتلاميذ: تعالوا معي وحدكم إلى مكان منعزل وارتاحوا قليلا. فركبوا القارب وحدهم وذهبوا إلى مكان منعزل، لكن كثيرين رأوهم ذاهبين وعرفوا وجهتهم، فأسرعوا من كل البلاد ماشين على الأقدام وسبقوهم إلى ذلك المكان. فلما نزل عيسى من القارب رأى جمهورا كثيرا، فأشفق عليهم لأنهم كانوا كغنم لا راعي لها، وبدأ يعلمهم أشياء كثيرة. وتأخر الوقت، فجاء إليه تلاميذه وقالوا: هذا مكان منعزل والوقت تأخر، اصرف الناس ليذهبوا إلى المزارع والقرى القريبة ويشتروا لهم شيئا يأكلونه. فأجابهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. قالوا له: هل نذهب ونشتري خبزا بمبلغ يعادل مرتب 8 أشهر ونعطيهم ليأكلوا؟ فسألهم: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا. ولما عرفوا قالوا له: 5 أرغفة وسمكتان. فأمرهم أن يجلسوا الكل جماعات جماعات على العشب الأخضر. فجلسوا في مجموعات من 100 ومن 50. وأخذ الأرغفة 5 والسمكتين، ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله، ثم قسم الخبز وأعطى تلاميذه ليقدموا للناس، وقسم السمكتين أيضا للجميع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا الكسر وفضلات السمك ملء 12 قفة، وكان الذين أكلوا 5000 رجل. وبعد ذلك مباشرة ألزم تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى بيت صيدا حتى يصرف الجمهور. وبعدما ودعهم راح إلى الجبل ليصلي. ولما جاء الليل كان القارب في وسط البحيرة، أما عيسى فكان على البر وحده. فرآهم مرهقين في التجديف لأن الريح كانت معاكسة لهم. وقبل الفجر جاء إليهم ماشيا على الماء وكاد أن يمر بهم، فلما رأوه ماشيا على الماء ظنوا أنه شبح فصرخوا لأنهم رأوه كلهم فارتعبوا، لكنه كلمهم في الحال وقال: اطمئنوا، أنا هو، لا تخافوا. وطلع إليهم في القارب، فسكتت الريح فاندهشوا جدا لأنهم لم يفهموا شيئا من معجزة الخبز، بل كانت قلوبهم مقفلة. ولما عبروا البحيرة وصلوا إلى شاطئ جنسرد وربطوا القارب هناك. وأول ما نزلوا من القارب عرف الناس على الفور أنه عيسى، فأسرعوا في جميع أنحاء المنطقة وأخذوا يحملون إليه المرضى على فراش إلى كل مكان سمعوا أنه فيه. وفي كل مكان راح إليه عيسى، سواء قرى أو مدن أو ريف، كان الناس يضعون المرضى في الساحة العامة ويطلبون منه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه، وكل من لمسه شفي. واجتمع إلى عيسى الفريسيون وبعض الفقهاء القادمين من القدس، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيدي نجسة، أي أنهم لم يغسلوا أيديهم، لأن الفريسيين وكل اليهود لا يأكلون إن لم يغسلوا أيديهم مراعاة للتقليد الذي فرضه شيوخهم، وعندما يرجعون من السوق لا يأكلون حتى يغتسلوا، كما كانوا يمارسون أمورا أخرى كثيرة فرضها عليهم التقليد، مثل غسل الكؤوس والأوعية والأواني النحاسية. فسأله الفريسيون والفقهاء: لماذا لا يعمل تلاميذك بتقليد الشيوخ بل يأكلون بأيدي نجسة؟ فأجابهم: يا منافقون، كان إشعيا على حق لما تنبأ عنكم بقول الله في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس، أنتم أهملتم وصية الله وتمسكتم بتقليد الناس. ثم قال لهم: ما أحسنكم، لقد تركتم وصية الله لكي تحفظوا تقليدكم، فإن موسى قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه: ما كنت أعولك به هو قربان، أي أعطيته لله، يعفى هذا الشخص من مساعدة أبيه أو أمه. فأنتم نقضتم كلام الله بتقليدكم المتوارث، وأيضا تفعلون أشياء أخرى كثيرة مثل هذه. ثم دعا الجمهور إليه مرة أخرى وقال لهم: اسمعوني كلكم وافهموا، لا شيء من خارج الإنسان إذا دخله يمكن أن ينجسه، إنما ما يخرج من الإنسان هذا ينجس الإنسان. اسمعوني يا من لكم آذان تسمع. ولما ترك الجمهور ودخل إلى الدار، سأله تلاميذه عن المثل، فقال لهم: هل أنتم أغبياء مثلهم؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى معدته، ومنها يخرج إلى المرحاض. بهذا أعلن عيسى أن كل الطعام طاهر، ثم أضاف وقال: الذي ينجس الإنسان هو ما يخرج منه، لأنه من الداخل، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الفسق، السرقة، القتل، الزنا، الطمع، الخبث، الغش، الفجور، الحسد، تشويه السمعة، الكبرياء، الحماقة، فكل هذه الشرور تأتي من الداخل وتنجس الإنسان. ثم قام من هناك وراح إلى منطقة سور، ودخل إلى دار، وكان لا يريد أن يعرف أحد مكانه، لكنه لم يقدر أن يختفي. فسمعت عنه امرأة كان في بنتها روح شرير، فجاءت حالا ورمت نفسها عند قدميه، وتوسلت إليه أن يطرد الشيطان من بنتها، لكن حيث إن المرأة كانت أجنبية من الجنس السوري الفينيقي، قال لها عيسى: خل الأولاد يشبعون أولا، لأنه لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب. فأجابته: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من الفتات الذي يسقط من الأولاد. فقال لها: لأنك قلت هذا اذهبي، قد خرج الشيطان من بنتك. فرجعت إلى الدار ووجدت بنتها راقدة في الفراش، والشيطان قد خرج منها فعلا. ماما. ثم ترك عيسى منطقة صور ومر بمدينة صيدا، ثم بمنطقة المدن العشر، وجاء إلى بحيرة الجليل، فأحضروا له رجلاً أطرش ومنعقد اللسان، وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فأخذه عيسى على انفراد بعيداً عن الجمهور، ووضع أصابعه في أذني الرجل، ثم بصق ولمس لسان الرجل، ونظر إلى فوق إلى السماء، وتنهد وقال له: إفاتا، أي انفتح. فحالاً انفتحت أذناه وانحلت عقدة لسانه، وأخذ يتكلم بوضوح. فأمرهم عيسى ألا يقولوا لأحد، لكن على قدر ما أمرهم كانوا يذيعون خبره أكثر، وكانوا معجبين به جدا ويقولون: عمل كل شيء حسنا، جعل حتى الأطرش يسمع والأخرس يتكلم. بعد ذلك اجتمع أيضا جمهور كثير، ولم يكن معهم شيء ليأكلوا، فنادى عيسى تلاميذه وقال لهم: أنا أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، فإن صرفتهم إلى ديارهم جائعين يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق، لأن بعضهم جاء من بعيد. فأجابه تلاميذه: كيف يمكن لأي واحد أن يشبع هؤلاء بالخبز هنا في هذه الصحراء؟ فسألهم: كم رغيفاً عندكم؟ فقالوا: 7. فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 وشكر الله، وقسم وأعطى تلاميذه لكي يوزعوا على الناس، فوزعوها. وكان معهم أيضاً قليل من صغار السمك، فباركها عيسى وأمر تلاميذه أن يوزعوها أيضاً. فأكل الناس حتى شبعوا، ثم رفع التلاميذ ما فضل من الكسر 7 سلال. وكان الذين أكلوا حوالي 4000. ثم بعد ذلك صرفهم عيسى، وركب القارب مع تلاميذه، وجاء إلى منطقة دلمنوتا. وجاء الفريسيون وأخذوا يجادلون عيسى، فطلبوا منه آية من السماء ليختبروه، فتنهد من الأعماق وقال: لماذا يطلب هذا الشعب آية؟ أقول لكم الحق، لن يعطى هذا الشعب آية. ثم تركهم ورجع إلى القارب، وراح إلى الشاطئ الآخر. ونسي التلاميذ أن يأخذوا معهم خبزاً، فلم يكن معهم في القارب إلا رغيف واحد. وأوصاهم عيسى وقال: انتبهوا، احترسوا من خمير الفريسيين وخمير الملك هيرودس. فقالوا فيما بينهم: لا خبز معنا. فعرف عيسى وقال لهم: لماذا تقولون فيما بينكم إنه ليس معكم خبز؟ هل لحد الآن لا تفهمون ولا تعرفون؟ هل قلوبكم مقفلة؟ هل لكم عيون لا ترى وآذان لا تسمع؟ ألا تذكرون لما قسمت الأرغفة 5 لل 5000 كم قفة مملوءة بالكسر رفعتم؟ فقالوا: 12. ولما قسمت الأرغفة 7 لل 4000 كم سلة مملوءة بالكسر رفعتم؟ فقالوا: 7. فقال لهم: وما زلتم لا تفهمون؟ وجاءوا إلى قرية بيت صيدا، فأحضروا له رجلا أعمى، وتوسلوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية، ثم بصق في عينيه ووضع يديه عليه وسأله: هل ترى أي شيء؟ فنظر وقال: أرى الناس مثل أشجار تمشي. فوضع عيسى يديه على عيني الرجل مرة أخرى، فلما فتح الرجل عينيه ونظر أصبح صحيحا يرى كل شيء بوضوح. فأرسله إلى داره وقال له: لا تذهب إلى القرية. وذهب عيسى وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليب، وفي الطريق سأل تلاميذه: في رأي الناس من أنا؟ فقالوا: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس، والبعض الآخر يقول إنك واحد من الأنبياء. فسألهم: وفي رأيكم أنتم من أنا؟ فأجابه بطرس: أنت هو المسيح. فحذرهم من أن يقولوا لأحد عنه. وبدأ يعلمهم أن الذي صار بشراً يجب أن يتألم كثيراً، ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء، ويقتل، ثم بعد 3 أيام يقوم حياً. وتحدث في هذا الموضوع بكل صراحة، فأخذه بطرس على جانب وبدأ يعاتبه. لكنه التفت ورأى تلاميذه، ووبخ بطرس وقال: ابعد عني يا شيطان، أنت تفكر كالبشر وليس كما يفكر الله. ثم دعا الجمهور مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن ينقذ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي وفي سبيل رسالة الإنجيل فإنه ينقذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه ضيع نفسه؟ وماذا يمكن أن يقدم الإنسان فدية عن نفسه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي أمام هذا الشعب الفاسق الشرير يخجل منه الذي صار بشراً حين يجيء في جلال أبيه مع الملائكة الأطهار. وقال لهم: أقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله تظهر بقوة. وبعد 6 أيام أخذ عيسى بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال، فكانوا هناك وحدهم، وتغيرت هيئته قدامهم. وصارت ثيابه بيضاء تلمع جدا، لا يقدر صباغ في الدنيا أن يبيض مثلها. وظهر لهم إلياس وموسى، وكانا يتكلمان مع عيسى. فقال بطرس لعيسى: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذا نعمل 3 خيام، واحدة لك، وواحدة لموسى، وواحدة لإلياس. وكان لا يعلم ماذا يقول، لأنهم كانوا خائفين جدا. فجاءت سحابة وغطتهم، وجاء صوت من السحابة يقول: هذا هو ابني الحبيب، اسمعوا له. فلما تلفتوا حولهم فجأة لم يروا أحدا معهم إلا عيسى وحده. ولما كانوا نازلين من الجبل أوصاهم ألا يخبروا أحدا بما رأوا إلا بعدما يقوم هو من الموت، فعملوا بوصيته، ولكنهم كانوا يتباحثون معا في معنى يقوم من الموت. فسألوه: لماذا يقول الفقهاء إن إلياس يجب أن يأتي أولا؟ فقال لهم: صحيح، إلياس يأتي أولا ويصلح كل الأمور، لكن لماذا يقول كتاب الله عن الذي صار بشرا إنه يجب أن يتألم كثيرا ويهان؟ فأقول لكم إن إلياس جاء فعلا وفعلوا به ما شاءوا كما قال عنه الكتاب. فلما رجعوا إلى باقي التلاميذ رأوا جمهورا غفيرا حولهم وبعض الفقهاء يجادلونهم، فلما رأى الناس عيسى اندهشوا كلهم وجروا ليسلموا عليه. فسأل: ما هذا الجدال؟ فأجابه واحد من الجمهور: يا معلم، أحضرت ابني لك وفيه روح جعله أخرس، وعندما يجيء عليه يرميه على الأرض فيرغي بفمه ويصر بأسنانه وينشف، فطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يقدروا. فقال لهم عيسى: يا شعب غير مؤمن، إلى متى أبقى معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ هاتوا لي الولد. فأحضروه له، فلما رآه الروح جعل الولد يتلوى فوقع على الأرض، وكان يتمرغ ويرغي بفمه. فسأل عيسى والد الصبي: متى بدأ هذا يصيبه؟ فأجاب: منذ كان طفلا، وكثيرا ما رماه في النار وفي الماء ليهلكه، لكن إن كنت تستطيع أن تفعل أي شيء فاشفق علينا وساعدنا. أجابه عيسى: إن كنت أستطيع، نعم، فكل شيء مستطاع لمن يؤمن. فصرخ أبو الولد في الحال وقال: آمنت، فساعدني لأتغلب على عدم إيماني. ولما رأى عيسى أن الجمهور يجري نحوه وبخ الروح الشرير وقال: أيها الروح الأخرس والأطرش، إني آمرك أخرج منه ولا تدخل فيه مرة أخرى. فصرخ الروح وجعل الولد يتلوى بعنف وخرج منه فصار كالميت، حتى قال كثيرون: إنه فعلا مات. لكن عيسى أمسك بيده وأقامه فوقف. ولما دخل الدار سأله تلاميذه على انفراد: لماذا لم نقدر نحن أن نطرده؟ فقال لهم: هذا النوع لا يخرج إلا بالصلاة. وخرجوا من هناك ومروا في منطقة الجليل، وكان لا يريد أن يعلم به أحد، لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم: الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم حيا في اليوم الثالث. لكنهم لم يفهموا هذا الكلام وخافوا أن يسألوه. ثم جاءوا إلى كفرناحوم، وفي الدار سأل تلاميذه: لماذا كنتم تجادلون معا في الطريق؟ فسكتوا، لأنهم في الطريق كانوا يجادلون بعضهم بعضا بشأن من هو أعظم واحد فيهم. فجلس ونادى الاثني عشر وقال لهم: من أراد أن يكون الأول فيجب أن يكون آخر الكل وخادم الكل. وأخذ طفلا وأوقفه في وسطهم، ثم حضنه وقال لهم: من يقبل طفلا مثل هذا إكراما لإسمي يقبلني، ومن يقبلني فهو لا يقبلني أنا بل الذي أرسلني. وقال له يوحنا: يا معلم، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعنا. فقال عيسى: لا تمنعوه، لأنه لا أحد يعمل معجزة بقوة اسمي ثم حالا بعدها يتكلم علي بالسوء. من ليس علينا فهو معنا. وأقول لكم الحق، من يسقيكم كأس ماء إكراما لاسمي لأنكم أتباع المسيح لن يضيع أجره أبدا. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي، فخير له أن يربط حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويرمى في البحر. فإن كانت يدك تسبب لك أن تخطئ اقطعها، فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة من أن تكون لك يدان وتذهب إلى الجحيم، إلى النار التي لا تنطفئ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تنطفئ. وإن كانت قدمك تسبب لك أن تخطئ اقطعها، فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك قدم واحدة من أن تكون لك قدمان وترمى في الجحيم، حيث دودهم لا يموت والنار لا تنطفئ. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ اقلعها، فأحسن لك أن تدخل إلى مملكة الله ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في الجحيم، حيث دودهم لا يموت والنار لا تنطفئ. كل واحد يملح بالنار. الملح شيء جيد، لكن إذا فقد ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه. ليكن فيكم ملح، وكونوا مسالمين بعضكم لبعض. وقام من هناك وذهب إلى منطقة يهوذا، ثم إلى الضفة الأخرى من الأردن، فاجتمع إليه جمهور من الناس مرة أخرى، فأخذ يعلمهم حسب عادته. وتقدم إليه بعض الفريسيين بسؤال ليختبروه، فقالوا: هل حلال أن يطلق الرجل امرأته؟ فأجاب: بماذا أوصاكم موسى؟ قالوا: موسى سمح بأن نكتب شهادة طلاق ونطلقها. قال عيسى لهم: بسبب قساوة قلوبكم كتب موسى لكم هذه الوصية، لكن من بدء الخليقة خلقهما الله ذكرا وأنثى، لهذا السبب يترك الرجل أباه وأمه ويقترن بامرأته ويصير الاثنان واحدا، فمن ذلك الوقت هما واحد لا اثنان، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. وفي الدار سأله التلاميذ عن هذا أيضا، فقال لهم: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر فهي تزني. وأحضر إليه الناس بعض الأطفال لكي يلمسهم، لكن التلاميذ وبخوا الذين أحضروهم. فلما رأى عيسى هذا غضب وقال لهم: خلوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن الله يدخل إلى مملكته من هم مثلهم. وأقول لكم الحق، من لا يقبل مملكة الله كطفل لن يدخلها. ثم حضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وبينما هو خارج إلى الطريق جرى إليه رجل وسجد له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي يكون لي نصيب في حياة الخلود؟ فقال له عيسى: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تغش، أكرم أباك وأمك. قال له الرجل: يا معلم، منذ الصغر وأنا أعمل بكل هذه الوصايا. فنظر إليه عيسى بمحبة وقال له: ينقصك شيء واحد، اذهب وبيع كل ما عندك ووزع ثمنه على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني. فحزن الرجل من هذا الكلام وذهب مغموما، لأنه كان غنيا جدا. فتلفت عيسى حوله وقال لتلاميذه: ما أصعب دخول الأغنياء إلى مملكة الله. فاندهش التلاميذ من كلامه، فقال عيسى لهم مرة أخرى: يا أولادي، ما أصعب الدخول إلى مملكة الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من أن يدخل غني إلى مملكة الله. فاندهشوا أكثر، وقال بعضهم لبعض: إذن من يقدر أن ينجو؟ فنظر عيسى إليهم وقال: الناس لا يقدرون، لكن الله يقدر، لأن الله على كل شيء قدير. فقال له بطرس: نحن تركنا كل شيء وتبعناك. فقال عيسى: أقول لكم الحق، كل من ترك دارا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا في سبيلي وفي سبيل الإنجيل ينال في هذه الدنيا حتى مع الاضطهادات 100 ضعف من الديار والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، وفي الآخرة ينال حياة الخلود. وكثيرون هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك، ومن هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك. وكانوا في الطريق صاعدين إلى مدينة القدس، وعيسى يسير قدامهم، فكان التلاميذ متحيرين، والناس الذين تبعوه كانوا خائفين. فأخذ عيسى 12 مرة أخرى على انفراد، وأخبرهم بما سيحدث له، فقال: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء، فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب. فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، ولكنه يقوم حيا بعد 3 أيام. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقالا له: يا معلم، نريد أن تعمل لنا كل ما نطلبه منك. فقال لهما: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟ فأجاباه: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في جلالك. فقال لهما عيسى: أنتما لا تعلمان ما تطلبان. هل تقدران أن تشربا الكأس التي أشربها أنا، أو تنزلا إلى أعماق الألم الذي سأقاسيه أنا؟ فقالا له: نعم نعم نقدر. فقال لهما عيسى: تشربان كأسي وتقاسيان آلامي. أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعد لهم. فلما سمع 10 هذا استاءوا من يعقوب ويوحنا. فناداهم عيسى إليه وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يعتبرون أنفسهم حكاما على الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا للجميع. لأن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين. وجاءوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من هناك ومعه تلاميذه وجمهور غفير من الناس، كان الشحاذ الأعمى بارتيماوي أي ابن تيماوي جالسا على جانب الطريق. فلما سمع أنه عيسى الناصري أخذ يصرخ: يا عيسى ابن داود ارحمني. فوبخه الكثيرون وقالوا له: اسكت. لكنه صرخ أكثر: يا ابن داود ارحمني. فتوقف عيسى وقال: نادوه. فنادوا الأعمى وقالوا له: أبشر، قم، فهو يناديك. فرمى ثوبه وقفز وجاء إلى عيسى، فسأله عيسى: ماذا تريد أن أفعل لك؟ فقال الأعمى: يا سيدي، أريد أن أبصر. فقال له عيسى: اذهب، إيمانك شفاك. وفي الحال بدأ يرى، وتبع عيسى في الطريق. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فج وبيت عنية عند جبل الزيتون، أرسل عيسى 2 من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وأول ما تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يركبه أحد أبدا، حلاه وأحضراه إلى هنا، وأي واحد يقول لكما: لماذا تفعلان هذا؟ قولا له: السيد محتاج له، وسيرجعه إلى هنا على الفور. فذهب التلميذان ووجدا الجحش مربوطا عند أحد الأبواب في الخارج على الطريق، فحلاه. فقال لهما بعض الواقفين هناك: ماذا تفعلان؟ تحلان الجحش؟ فقالا لهم كما أوصى عيسى، فتركوهما. فأحضرا الجحش إلى عيسى وطرحا ثيابهما عليه، فركبا عليه. وفرش كثيرون ثيابهم في الطريق، وآخرون فرشوا أغصانا قطعوها من الحقول، وكان الذين أمامه والذين وراءه يهتفون: تبارك الآتي باسم الله، تبارك ابنه أبينا داود الذي ننتظره، الجلال في العالي بسم الله. ودخل عيسى القدس وجاء إلى بيت الله، ونظر حوله إلى كل شيء، وكان الوقت قد تأخر. فخرج مع 12 إلى بيت عنيا. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا أحس بالجوع، فرأى من بعيد شجرة تين عليها ورق، فذهب إليها لعله يجد فيها بعض التين. فلما وصل إليها لم يجد فيها إلا الورق، لأنه لم يكن موسم التين. فقال لها: لن يأكل أحد ثمرا منك أبدا. ثم وصلوا إلى القدس، وذهب عيسى إلى بيت الله، وأخذ يطرد الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب مناضد الصيارف ومقاعد تجار الحمام. ولم يسمح لأحد بأن يمر في ساحة البيت وهو يحمل متاعاً. علمهم وقال: يقول كتاب الله: بيتي يدعى بيت الصلاة لكل الشعوب، لكن أنتم جعلتموه مغارة لصوص. وسمع رؤساء الأحبار والفقهاء فأخذوا يبحثون عن طريقة ليقتلوه، لأنهم كانوا خائفين منه، لأن الشعب كله كان معجبا جدا بتعليمه. ولما أقبل المساء خرج عيسى وتلاميذه من المدينة، ولما كانوا راجعين في الصبح رأوا أن شجرة التين ذبلت من الجذور، فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، شجرة التين التي أنت لعنتها ذبلت. أجابهم عيسى: آمنوا بالله، أقول لكم الحق، أي واحد يقول لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يتم، فهو فعلا يتم له. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه في الصلاة آمنوا أنكم حصلتم عليه فعلا فيعطى لكم. ومتى قمتم للصلاة فسامحوا من أخطأ في حقكم لكي يغفر لكم أبوكم الذي في السماء أخطاءكم أيضا، وإن لم تسامحوا لا يغفر لكم أبوكم الذي في السماء أخطاءكم. ورجعوا إلى القدس مرة أخرى، وبينما كان عيسى يتمشى في ساحة بيت الله جاء إليه رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وقالوا له: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟ فقال لهم: وأنا أسألكم سؤالا أجيبوني عنه فأقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟ أجيبوني. فتشاوروا وقالوا فيما بينهم: إن قلنا الله يقول لنا، إذا لماذا لم تؤمنوا به؟ فهل نقول الناس؟ ولكنهم خافوا من الشعب، لأن الجميع كانوا يعتبرون أن يحيى نبي بالحق. فأجابوا وقالوا لعيسى: لا نعرف. فقال لهم عيسى: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. وأخذ يكلمهم بأمثال فقال: غرس رجل بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة، ثم أجره إلى فلاحين وسافر إلى الخارج. وفي الموسم أرسل عبدا إلى الفلاحين ليستلم منهم نصيبه من ثمر البستان، فأمسكوه وضربوه وأرجعوه فارغ اليدين. فأرسل إليهم عبدا آخر فضربوه على رأسه وجرحوه وأهانوه. فأرسل آخر وهذا قتلوه، ثم أرسل كثيرين غيرهم فضربوا البعض وقتلوا البعض. فما بقي للرجل غير ابنه الحبيب، فأرسله إليهم أخيرا لأنه قال: إنهم سيحترمون ابني. لكن أولئك الفلاحين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله فيكون الميراث لنا. فأمسكوه وقتلوه ورموه خارج البستان. فماذا يعمل صاحب البستان؟ إنه يأتي ويقتل الفلاحين ويعطي البستان لغيرهم. ألم تقرأوا هذه الآية؟ الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء. ربنا عمل هذا وهو شيء عجيب في نظرنا. فحاولوا أن يقبضوا عليه لأنهم عرفوا أنه قال المثل ضدهم، ولكنهم خافوا من الشعب فتركوه وانصرفوا. ثم أرسلوا إليه جماعة من الفريسيين ومن الهيرودسيين لكي يوقعوه في كلامه، فجاءوا وقالوا له: يا معلم، نحن نعلم أنك رجل نزيه ولا تخاف من أحد ولا تهمك مراكز الناس، بل تعلم طريق الله بالحق. هل حلال أن ندفع الضريبة لقيصر أم لا؟ هل ندفع أم لا ندفع؟ ففهم نفاقهم وقال لهم: لماذا تحاولون أن توقعوني؟ هاتوا لي دينارا لأرى. فقدموه له، فقال لهم: صورة من هذه واسم من هذا؟ قالوا: قيصر. فقال لهم عيسى: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فذهلوا منه. وجاء إليه بعض الصدوقيين وهم الذين لا يؤمنون بالقيامة من الموت وسألوه: يا معلم، موسى أعطانا هذه الوصية: إذا مات رجل وترك وراءه زوجة ولم يخلف ابنا، وكان لهذا الرجل أخ، فالأخ يأخذ الأرملة وينجب أولادا على اسم أخيه. فكان هناك 7 إخوة، أخذ الأول زوجة ومات ولم يخلف أولادا، فأخذها الثاني ومات ولم يخلف أولادا، وكذلك الثالث، أخذها 7 كلهم وماتوا دون أن يخلفوا أولادا، وآخر الكل ماتت المرأة. ففي يوم القيامة عندما يقوم الموتى ستكون زوجة أي واحد منهم، لأن 7 تزوجوها. فأجابهم عيسى: أنتم على ضلال، لأنكم لا تعرفون كتاب الله ولا قوة الله. بل عندما يقوم الموتى لا يتزوجون ولا يزوجون، إنما يكونون كالملائكة في السماء. أما من جهة قيامة الموتى، ألم تقرأوا في توراة موسى في موضوع العليقة أن الله قال له: أنا هو رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب؟ فهو رب أحياء لا رب أموات. أنتم إذن على ضلال مبين. وكان أحد الفقهاء قد جاء وسمعهم يتناقشون، فلما رأى أن عيسى أحسن في الرد عليهم سأله: ما هي أهم الوصايا كلها؟ فأجاب عيسى: أهم وصية هي: اسمع يا شعبي، المولى إلهنا هو الله الأحد، فأحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك وكل قدرتك. والثانية هي: أحب الآخرين كما تحب نفسك، ولا وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الفقيه: أحسنت يا معلم، أنت على حق، إن الله واحد ولا إله إلا هو، وأن نحبه بكل القلب وكل الفهم وكل القدرة، ونحب الآخرين كما نحب أنفسنا، أفضل من كل القرابين والضحايا. فلما رأى عيسى أنه أجاب بعقل قال له: أنت لست بعيدا عن مملكة الله. ولم يتجرأ أحد بعد ذلك أن يسأله أسئلة أخرى. ولما كان عيسى يعلم في بيت الله قال: كيف يقول الفقهاء إن المسيح هو ابن داود؟ لأن داود نفسه قال بوحي الروح القدوس: قال الله لسيدي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك. فداود نفسه يدعو المسيح سيده، فكيف يكون المسيح ابنه؟ وكان الجمهور الغفير يصغي إلى عيسى بسرور. وقال في تعليمه: احذروا من الفقهاء الذين يحبون أن يتجولوا في ثياب طويلة فاخرة، وأن يسلم عليهم الناس في الساحات العامة، وأن يكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يجلسوا في مقاعد الشرف في الولائم، وهم ينهبون مال الأرامل، ويقدمون صلوات طويلة لكي يلفتوا نظر الناس إليهم، لذلك ينالون أشد العذاب. وجلس عيسى مقابل صندوق التبرعات الذي في بيت الله، وأخذ يراقب الناس وهم يضعون فيه النقود، فكان كثير من الأغنياء يضعون مبالغ كبيرة. ثم جاءت أرملة فقيرة ووضعت في الصندوق فلسين قيمتهما قليلة جدا، فنادى تلاميذه وقال لهم: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت في الصندوق أكثر مما وضعه الآخرون كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، لأنها أعطت كل ما عندها، نعم كل ما كانت تعيش منه. وبينما هو خارج من بيت الله قال له واحد من تلاميذه: يا معلم، انظر ما أروع هذه الحجارة وهذه المباني. فقال له عيسى: هل ترى هذه المباني العظيمة؟ لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل. وبينما هو جالس على جبل الزيتون مقابل بيت الله، سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟ فقال لهم عيسى: احذروا من أن يضلكم أحد، سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو، ويضلون كثيرين. وعندما تسمعون عن حروب وأخبار حروب فلا تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل في أماكن كثيرة، وأيضا مجاعات. هذه هي مجرد بداية الآلام، فانتبهوا لأنفسكم، لأنه بسبب يأخذونكم إلى المحاكم، وتجلدون في بيوت العبادة، وتقفون أمام حكام وملوك بسببي لتشهدوا لهم. ويجب أن تنتشر البشرى في كل الشعوب أولاً. ومتى قبضوا عليكم وأخذوكم فلا تقلقوا مسبقاً على ما يجب أن تقولوه، إنما قولوا ما يعطى لكم في ذلك الوقت، فلستم أنتم المتكلمين بل الروح القدوس. ويسلم الأخ أخاه للموت، والأب ابنه، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب موجودا حيث لا يجب؟ افهم هذا أيها القارئ، فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ولا يدخل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبال والمرضعات في تلك الأيام، صلوا لكي لا يحدث هذا في الشتاء، لأنه سيحل في تلك الأيام ضيق لم يحدث مثله منذ بداية العالم الذي خلقه الله إلى اليوم، ولن يتكرر أبداً. ولو لم يقصر الله تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم هو قصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. إذن انتبهوا، أنا أخبرتكم بكل شيء مسبقا. وبعد ذلك الضيق تظلم الشمس والقمر لا يضيء والنجوم تسقط من السماء والأجرام السمائية ترتج، ثم يرى الناس الذي صار بشرا آتيا في السحاب بكل عزة وجلال، ثم يرسل الملائكة ويجمع الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أغصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث اعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الابن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. انتبهوا، اسهروا لأنكم لا تعلمون متى يحين الوقت. مثل رجل ترك داره وسافر بعيدا وأعطى عبيده مسؤولية التصرف في كل واحد في عمله وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يجيء صاحب الدار، هل في المساء أو في نصف الليل أو في الفجر أو في الصبح، لئلا يجيء فجأة فيجدكم نائمين. وما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا لا نفعل هذا في العيد لئلا يثور الشعب. وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه، فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء. وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها. ثم إن يهوذا القريوطي وهو واحد من الاثني عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم، فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوه أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيقابلكما رجل حامل جرة ماء، فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار المعلم يقول: أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا. فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما، وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثني عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن. فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله: هل أنا؟ فقال لهم: هو واحد من الاثني عشر وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد. وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال: خذوا، هذا هو جسمي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله. ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. قال لهم عيسى: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف. لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع. أجابه عيسى: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. لكن بطرس قال بإصرار: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا. وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني، فقال لتلاميذه: انتظروا هنا بينما أصلي. وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهر. ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا. ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة. وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة. انظروا، الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار. قوموا لنذهب، انظروا، جاء الذي خانني. وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر، ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة. وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له: يا معلم، وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله، فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب. فتركه الجميع وهرب، وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. فساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم. وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور، لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي 3 أيام أبني غيره لم يصنعه الناس. وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟ لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟ أجاب عيسى: نعم، أنا هو، وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء. فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟ فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت. فأخذ بعضهم يبصق عليه، وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له: تنبأ. وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري. لكنه أنكر وقال: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين. ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين: هذا واحد منهم. لكن بطرس أنكر مرة أخرى. ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأنك جليلي فعلا. فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. فانفجر بالبكاء. ولما طلع الصبح اتخذ رؤساء الأحبار قراراً مع الشيوخ والفقهاء والمجلس الأعلى كله، فقيدوا عيسى وساقوه وسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: هل أنت ملك اليهود؟ أجابه: قلت الصواب. واتهمه رؤساء الأحبار بأشياء كثيرة، وسأله بيلاطس مرة أخرى: أما تجاوب بشيء؟ انظر كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك. أما عيسى فلم يرد بشيء، حتى تعجب بيلاطس. وكان من عادة بيلاطس في العيد أن يطلق لهم سراح سجين واحد يطلبونه، وكان رجل اسمه ابن عباس مسجونا، وهو أحد الثوريين الذين ارتكبوا القتل أثناء الثورة. فذهب الجمهور وطلبوا من بيلاطس أن يعمل لهم حسب عادته. فأجابهم: هل تريدون أن أطلق لكم سراح ملك اليهود؟ لأنه علم أن رؤساء الأحبار سلموا له عيسى عن حسد. لكن رؤساء الأحبار هيجوا الشعب لكي يختاروا إطلاق ابن عباس. فعاد بيلاطس وقال لهم: إذا ماذا أفعل بالذي تسمونه ملك اليهود؟ فصرخوا: فقال لهم بيلاطس: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ فصرخوا أكثر. فقرر بيلاطس أن يرضي الشعب، فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. فأخذ العسكر عيسى إلى داخل القصر، أي قصر الولاية، وجمعوا الفرقة كلها. ثم ألبسوه رداء لونه أرجواني، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، وأخذوا يقدمون له التحية ويقولون: أهلا بك يا ملك اليهود، وهم يضربونه على رأسه بعصا ويبصقون عليه ويركعون على ركبهم ويسجدون له. وبعدما هزئوا به نزعوا عنه الرداء الأرجواني وألبسوه ثيابه، وخرجوا به ليصلبوه. وكان سمعان القيرواني أبو اسكندر وروفة في الطريق راجعا من الريف، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. وأخذوا عيسى إلى مكان اسمه جرجثة، أي مكان الجمجم. ثم قدموا له خمرا مخلوطة بمر، فرفض أن يشرب. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة ليروا ماذا يأخذ كل واحد منهم. وكانت الساعة 9 صباحا لما صلبوه، وكتبوا لافتة بالتهمة الموجهة ضده تقول: ملك اليهود. وصلبوا معه للصيد، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. فتم كلام الكتاب الذي يقول: حسب مع الأشرار. وكان المرة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انزل عن الصليب وأنقذ نفسك. وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يهزؤون به بنفس الطريقة ويقولون فيما بينهم: أنقذ غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، لينزل الآن عن الصليب هذا المسيح ملك إسرائيل فنرى ونؤمن. وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه. وعند الظهر خيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة 3 عصرا. وفي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم: ألوي ألوي لما سبقتني، ومعناها: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا: اسمعوا، إنه ينادي النبي إلياس. فجرى واحد وملأ إسفنجة بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب، وهو يقول: اتركوه لنرى هل يجيء إلياس لينزله. فصرخ عيسى صرخة عالية وتوفي. وانشقت الستارة الموجودة في بيت الله إلى شطرين، من فوق إلى تحت. أما الضابط قائد الحرس الذي كان واقفا مقابله، فلما رأى كيف توفي قال: حقا كان هذا الرجل ابن الله. وكانت هناك أيضا جماعة من النساء تراقب من بعيد، فيها مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالمة، هؤلاء كن من أتباعه وكن يقمن بخدمته لما كان في الجليل. وكثيرات غيرهن ذهبن معه إلى القدس وكن موجودات عند الصليب. وكان هذا هو وقت الإعداد، أي اليوم السابق للسبت. فلما حل المساء جاء يوسف الرامي، وهو عضو كبير في المجلس الأعلى ومن الذين ينتظرون ظهور مملكة الله، وذهب بجراءة إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى. فاندهش بيلاطس من أنه مات بهذه السرعة، ونادى قائد الحرس وسأله: هل مضى على موته بعض الوقت؟ فلما عرف من قائد الحرس سمح ليوسف بالجثمان. فاشترى يوسف كفنا من الكتان، وأنزل عيسى ولفه في الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر، ودحرج حجرا على مدخل القبر. ورأت مريم المجدلية ومريم أم يوسي المكان الذي وضع فيه. ولما انتهى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالمة عطورا لكي يذهبن ويضعنها عليه. وفي يوم الأحد ذهبنا إلى القبر باكرا جدا مع طلوع الشمس، وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ ولما تطلعنا رأينا أن الحجر قد دحرج، مع أنه كان كبيرا جدا. فدخلنا القبر ورأينا في الجهة اليمنى شابا جالسا لابسا ثوبا أبيض، فارتعبت النساء جدا، فقال لهن: لا تنزعجنا، أنتن تبحثن عن عيسى الناصري الذي صلبوه، هو ليس هنا لأنه قام، انظرنا، هذا هو المكان الذي وضعوه فيه. اذهبن وأخبرن تلاميذه وبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، فهناك ترونه كما قال لكم. فخرجت النساء من القبر وهربن في رعب وحيرة، ولم يخبرن أحدا بشيء لأنهن كن خائفات. بعدما قام عيسى باكرا في يوم الأحد، ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد طرد منها 7 شياطين، فذهبت وأخبرت أصحابه بينما كانوا ينوحون ويبكون، فلما سمعوا أنه حي وأنها رأته لم يصدقوا. بعد ذلك أظهر عيسى نفسه في هيئة أخرى ل2 منهم كانا في طريقهما إلى الريف، فذهبا وأخبرا الباقين، لكنهم لم يصدقوهما. ثم أظهر نفسه لل11 بينما كانوا جالسين يأكلون، ووبخهم على عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا الذين رأوه بعدما قام، وقال لهم: اذهبوا إلى كل العالم وانشروا البشرى لكل الناس، من يؤمن ويتغطس ينجو، ومن لا يؤمن يهلك. وهذه المعجزات تصاحب الذين يؤمنون، يطردون الشياطين باسمي، ويتكلمون بلغات جديدة، ويمسكون الحيات بأيديهم، وإن شربوا السم القاتل لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيشفون. وبعدما تكلم سيدنا عيسى معهم، رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. أما هم فذهبوا ينشرون الدعوة في كل مكان، والمسيح يعمل معهم ويؤيد الرسالة بالمعجزات التي ترافقها.